السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة هيوات ندى نور. اليوم كنقترح عليكم وصفة فلون بالبيض بدون فرن. فلون كيجي رائع في المذاق، سهل التحضير. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم اشتركوا في القناة بالضغط على زر اشتراك أي أبوني ولايك، وكذلك تعليقاتكم الجميلة باش تحفزوا القناة على وصفات اخرى متنوعه مع قناه هيوات ندى نور. غادي نحتاج اطرو ديال الحليب، 3 ديال الفاني، 5 ديال البيضات، كاس ديال السنيده، 5 ديال فرماجات مسلتين، عندي 5 ديال فلون، هذا الفلون ديال الشينوا يعني ما فيه حتى نكهه، فلون عادي. وغادي نحتاج كذلك الملون غذائي باللون الاصفر، الا ما عندناش ملون خاص بالحلويات كنديروا التصفيره. هذا الملون هذا غادي نحتاجوه فقط لاننا غادي ندير انا بهاد نوار الشمس كيف ما كتلاحظوا. هذا الفلون هذا غادي نديرو في هذه ديال نوار الشمس، وكيف ما كتعرفوا ان نوار الشمس كتكون صفراء، داكشي علاش غادي نستعمل الفلون العادي. كون درتو غير في شي مول عادي ما غاديش نستعمل الملون الاصفر، لذلك في الملون الاصفر هو فقط باش ندير في هاد المول ديال نوار الشمس. غادي نبداو باول حاجه، وهو غادي نطحنوا البيض ديالنا مع الفاني. فاش كنطحنوا البيض مع الفاني فهو كيمنع لنا ديك الزفوريه ديال البيض انها تكون لينا في الفلون، داكشي علاش اول حاجه غادي نديرها وهو غادي نطحنوا البيض مع الفاني. كندير البيض في شي اناء اللي غادي نطحن فيه، غادي نضيف ليه الفاني، مش هذا الروبو ديال الطحين ديروه في مولينيكس يعني عادي. غادي نضيف السنيده، غادي نضيف هذا الفلون، هذا الفلون حتى هو ملي كيتطحن ما كيبقاوش دوك الحبيبات كيبانوا. غادي نضيف كذلك الفرماج، عادة كنبدا ندير في الحليب بشوية بشوية. دابا غادي ندوزو للمرحلة ديال الطياب، غادي نديرو في كسرونة. هاد الملون الأصفر كنخليه
حتى التالي، حتى كنديرو فوق النار، عاد كنضيف شويه باش نحصل على اللون اللي بغيت. تندير الفلون ديالي في واحد الكسرونه، كنديرو فوق البوطه على نار شويه مهيله، غادي نضيف ليه ملون اللون الاصفر، عاده فاش كندير البيض البلدي كيخرج ليا اللون الاصفر، ما كنحتاجش الملون اللون الاصفر، ولكن دابا ملي البيض غير عادي الرومي غادي ندير شويه باش يولي ليا اللون. كيف ما كتلاحظوا غادي نبقى نخلط فيه، ما نزقعش عليه، نستمر في التحراك حتى يعقد ليا الخليط ديالي. الا زقيت حبست من التحراك غادي تحرق ليا الفلون، فكنبقى نستمر في التحراك بحال هكا حتى يعقد ليا الفلون ديالي، عاد نحيدو نديرو في المول. الفلون ديالي من بعد ما طاب هذا هو الشكل ديالو، كيطيب وكيعقد، غادي نديرو في المول. ملي كنديرو في المول ملي كنديرو في المول هنايا، ماشي بالضروره يكون ديال نوار الشمس، ممكن تختاروا اي مول نتوما متوفر عندكم اولا غير مول عادي. انا درته هنايا في مول ديال نوار الشمس. غادي نحتاج البيسكوي ديال هذا كوكو سافلي بنكهه الكوك، كيجي غزال، غادي ناخذ القطع منه وغادي نبدا نضيف فيهم هنا في البيسكوي. مع هاد البيسكوي هذا غادي نضيفه في الكوب، باش ملي كيعقد ليا وكيبرد كتجي هاد الطبقه هادي ها بحال الجينواز. مع هاد الفلون كيجي غزال، فهو ما كياخدش وقت بزاف باش انه يبرد، فقط كيعقد لينا شويه وكندخلوه للثلاجه. اذا انا كملت هنايا يعني ساليت هاد القطع ديال البيسكوي اللي عندي ستفتهم فوق الفلو، غادي نخليه يعقد ليا شويه بين ما برد، عاد ندخلو للثلاجه. الفلون بعد ما برد درته في طبق تقديم، زينته بصلصه الكراميل وزينته كذلك بحبيبات ديال البافو اولا الخشخاش، بما انني درته في مول ديال نوار الشمس فزينته بحبيبات ديال الخشخاش. انتظروني في فيديو جديد، وصفه جديده مع قناه شهيوات ندى نور.